ولسه مكملين معاكم فهو وهن وفقرتنا مهمة جدا لكل الناس اللي بتحب تشتري من على مواقع التواصل الاجتماعي أو أونلاين. الحقيقة أغلب الناس دلوقتي بيستخدموا تطبيقات وصفحات السوشيال ميديا في شراء كل منتجاتهم تقريبا. المنتجات دي طبعا زي ما احنا عارفين أغلبها بتبقى لبس يا أكل يا أكسسوارات يا أدوات منزلية. الست مننا بتدخل تتصفح أو بتقلب على مواقع التواصل الاجتماعي فبيعجبها حاجة فبتطلع الفيزا بتاعتها وبتشتري على طول عمياني كده من غير ما بتشوف المنتج ده هل يعجبها، هل الماتيريالز بتاعته كويسة. لا الحقيقة ما بتشوفش أي حاجة، بتعجبها حاجة وبتشتريها على طول. في الآخر بتندم لما بتكتشف ان المنتج ده مش اللي شافته على الصورة او في الاعلان. ده الحقيقة النهاردة بيخلينا نسأل فهو وهن ازاي اقدر اشتري الحاجات اللي انا بشوفها او بتعجبني من على مواقع التواصل الاجتماعي او من على اي تطبيقات، بس المهم تكون امنة وتكون موثوق فيها. ازاي اعرف ان المواقع دي سليمة واصلية ومش مزيفة؟ كلام كتير جدا النهاردة هنناقشه مع ضيفتي اللي منوراني. ضيفتي النهاردة تغريد رفاعي خبير التكنولوجيا المعلومات والاتصالات. اهلا بيكي ومنورة. اهلا بيكي استاذة مروة. موضوعنا النهاردة مهم جدا وبيخاطب فئة كبيرة جدا لان احنا كلنا بقينا خلاص بنتجه للاونلاين وبنشتري كل حاجتنا عن طريق الاونلاين. في البداية كده عايزة اعرف ازاي وامتى بدأت موضوع تجارة الالكترونية او التجارة الالكترونية بصفة عامة او الاونلاين؟ التجارة الإلكترونية مش حاجة جديدة علينا كمجتمع، هي حاجة بدأ من الستينات، من أواخر الستينات. كان في طلاب في كلية هندسة عملوا زي سيرفيس إن هم يقدموها للشركات. السيرفيس دي بتبقى معتمدة على إن أنا ببادل المعلومات بيني وبين الشركة اسمها كومبو سيرف. فابتدت التجارة الإلكترونية من النقطة دي وابتدوا إن هم يبقوا انترست فيها او ان هم يطوروها. تطور معانا الموضوع في التسعينات سنة 94 لما بدأت عندنا شركة نيتسكيب تنشئ اول موقع الكتروني معانا بيبيع للتجارة الالكترونية. بعدين طلعت سنة 95 شركة امازون طبعا المعروفة وهي اكبر موقع الكتروني معانا بيبيع أونلاين أو معروف بالتجارة الإلكترونية. ابتدى الموضوع يتطور لباي بال وشركات كتيرة ابتدت تنشئ، طبعا كبرى عالمية وكلنا بقينا كمان بنطلب من مواقع خارجية عشان يوصل لنا المنتجات اللي احنا عايزين. بالظبط كده. جميل جدا. طيب ايه المميزات، هنتكلم في المميزات والعيوب الخاصة بموضوع شراء الأونلاين. إن زي ما انت قلتي احنا في دلوقتي ما بقاش بس مقتصر علينا ان احنا نشتري من مواقع خاصة بالبلد اللي احنا فيها او بمصر، ولكن كمان بقينا نتجه ان احنا نروح نشتري من بره ونشوف هنا، يعني بقى الموضوع عالميا. المميزات وايه العيوب وازاي اتفادى كل العيوب اللي انا ممكن الاقيها على موضوع شراء الاونلاين؟ المميزات طبعا اللي احنا بندور عليها ان احنا قاعدين في البيت حاطين رجل على رجل وبنشتري، بشتري اي حاجة اونلاين، ما بهدرش وقت ان انا انزل اتفرج على الحاجة او ان انا واتيفر بشتغل عندي مسؤوليات فما بيبقاش عندي الوقت الكافي ان انا انزل. عندي إلمنت عناصر كتيرة جدا اقدر ان انا اقارن واختار بينها، مش ببقى مقتصر ان انا راحة مكان معين ضيعت فيه الوقت كله فما لقيتش الحاجة المناسبة ليا او اللي انا بدور عليها كشكل. مميزات كتيرة جدا للشراء اونلاين موجودة معانا، وقت ومجهود والتخفيضات اللي بتتم عن طريق الاونلاين بتبقى اكتر بكتير، بتبقى مغريه الحقيقه جدا، مغريه جدا عن ان انا انزل واشتري طبعا. لكن في نفس الوقت بيبقى عندي بعض العيوب. العيوب معايا ان انا ببقاش عارفه المنتج دوت هيجي لي بنفس الجوده ولا لا. يعني انا دلوقتي بصيت على حاجه شفتها عجبتني، طب هتجي لي هي نفس الحاجه؟ هيجي لي نفس الشكل؟ طب خلينا نقف عند النقطة دي عشان النقطة دي مهمة جدا وانا شخصيا بقيت اعملها حتى لو انا بشتري حاجات من بره. حتى لو بشتري للبوتيك عندي حاجات كتير بس انا ما بعتمدش على الفيديو اللي بيبقى معروض. يعني غير ان انا طبعا كل شوية اسافر بس في حاجات ببقى عايزها وقتي، يعني عايزها مثلا خلال اسبوعين تكون عندي فمش هسافر كل شوية. الفيديوهات بقى اللي بتبقى موجودة دي طبعا بتبقى بروفيشنال وبتبقى الصورة مش زي ما بتيجي. بالظبط. انا ممكن اقول له مثلا اللي بيبيع يصور لي الحاجة بوقتي بالموبايل كده، بتتواصلي معاه دايركت؟ دي نقطة مهمة جدا يا جماعة. الناس اللي بتشتري ممكن تخلي البايع اللي بتشتري منه يصور لها عن طريق
فيديو على طريق الموبايل عادي، مش تصوير طبعا بروفيشنال، لان الصوره اللي بتبقى باينه او الفيديوز اللي بتبقى محطوطه غير الصور الواقعيه اللي احنا طبعا بنتفاجئ بيها. فمتهيألي مهم جدا موضوع ان احنا نصور المنتج اللي موجود يخلي البايع يصوره لنا فيديو او صور يعني عاديه. خلينا نقول مش كل الناس بتبقى يعني الفيديو غير الحقيقه، لان طبعاً. مثلا انا بتكلم، انا بقدم حاجه ليها علاقه باللبس وكده، انا بجيب حد بيصور المنتج بتاعي، فعلا هي بتبقى جوده التصوير بتخلي او شكل الموديل اللي بتبقى قايسه اللبس بيبقى طبعا مختلفه عني انا كشخص، فدي حاجات كلها لازم احطها في الاعتبار. لكن انا بقدر ان انا اتواصل مع الموقع او البائع واطلب منه الصوره، وغير كده ادخل اشوف التقييمات. التقييمات والاراء عندي هي من الحاجات المهمه جدا اللي في الشراء الاونلاين، يعني يمكن اهم حاجه ممكن اخد بالي منها الريفيو. الريفيو بيقول ايه؟ لان مهم برضو جدا الموضوع ده. انا لو انا حصل معايا موقف في الشراء وضايقني جدا، اول حاجه هدخل اعملها ان انا احط ريفيو، اقول ان المنتج ده مش زي اللي جالي او في عيوب وكذا. طبعا انت وغيرك وغيرك، فطبعا ده بيخلي الناس تستبعد الموقع ده. بالظبط، بشتري موبايل، بشتري اجهزه، عايز اعرف طب الجهاز دوت انا هجيبه استخداماته، عيوب الاستخدام، ممكن تبقى العيوب مناسبه معايا، يعني انا في عيب انا متقبلاه كشخص، وفي عيوب تاني لا انا مش متقبلاه. جميل. طيب انت قلتي نقطه مهمه جدا، الاجهزه. في ناس كتير طبعا دلوقتي في ظل الاسعار الغالية اللي بقينا كلنا نشوفها، وكمان الأجهزة الكهربائية بقينا نشوف الأسعار غليت جدا، في بعض الناس بتعمل أوفرز كتير جدا على الأجهزة الكهربائية. رأيك إيه، إن أنا أشتري عادي يعني وأنا كده مطمنة أجهزة بتبقى عليها سيل وبتبقى الحقيقة مبسوطة جدا إن أنا بشتري ولاقي أسعار طبعا أقل كتير جدا من السوق، ولا أنت رأيك الأجهزة دي لازم أجيبها من حد موثوق فيه؟ لا، أنا رأيي إن أنا لو حاجة نزل عليها تخفيض او سيل كبير، انا ادخل اشوف رقم الموديل بتاعت الجهاز، او اتواصل معاهم لو هم مش حاطين بيانات كافيه، ان انا اعرف بيانات كافيه عن المنتج، وابحث عن المنتج هل هو دوت المطابق لنفس البراند في السوق. بس خدي بالك بيبقى في ناس بيبقى عندها ستوك مثلا، والحاجات بتبقى امنه جدا على فكره، الاجهزه او غيرها بتبقى امنه جدا، وبيبقى بس هي ستوك قديم اخر قطعه او حاجه، او مثلا ستوك قديم ومش موجود في المحلات وهو لسه عارضها بسعر قديم او بتخفيض. بالظبط، فمش كلها ساعتها وحشه. ما هي بقول لك اهو، انا عشان ابقى عندي ثقه ان المنتج دوت هو المنتج اللي من الشركه او موجود في السوق، حتى لو اخر قطعه عند نفس البائع، انا ببحث برقم الموديل بتاع القطعه. رقم الموديل بتاع القطعه ده هلاقيه على الويب سايت الرسمي بتاع البراند. وانا لو بتكلم على اجهزه فهي براندات، فبلاقيه على الويب سايت بتاع البراند ان هو كان فيه الموديل ده. بلاقيه فعلا على كل المتاجر الالكترونيه ان هو اوت اوف ستوك، فبعرف ان براجع السيريال نمبر بتاعه. السيريال نمبر بتاعه او رقم الموديل بتاعه هو بيبقى محدود. خلاص رقم الموديل تمام معايا، هو اللي بستلمه، وانا بستلم ببقى شايفه مثلا سياسه الاستبدال والاسترجاع للمنتج، الموقع اللي انا بتعامل معاه ده الشروط بتاعته ايه، هل هو سامح لي بان انا استبدل المنتج او استرجعه ولا لا، لان هو لو مش سامح بحاجه زي دي انا كده ببقى عندي نسبه خطر او ان انا البس في المنتج بمعنى صح. طيب ازاي اتعرف او اشوف ان الموقع ده سليم، او ايه المواصفات الموقع اللي انا بدخله من على احد مواقع التواصل الاجتماعي واتاكد ان الموقع ده سليم؟ في معايير معينه اقدر اخد بيها من شكل الصفحه دي او من شكل الابلكيشن اللي انا داخله عليه ده؟ تمام، في طبعا معايير معينه. الويب سايت بيبقى فيه عنوان، العنوان بتاع الويب سايت اول ما انا بكتبه او بدخل عليه لما يجي لي HTTP بس يبقى الموقع ده غير امن. لو بعد البي في حرف الاس يبقى ده سكيور، لان بيبقى واخد لاير للسكيورتي، بيبقى محافظ على معلومات العميل والمعلومات الحسابيه البنكيه بتاعه العميل. طيب بدخل على الموقع لازم ابقى برضو شايفه طريقه التصميم بتاعه الموقع بتاعي، هل هو حاجه بروفيشنال، هل الاسم بتاع الموقع عندي مكتوب غلط ولا لا، لان ممكن يبقى نفس الموقع اللي انا داخله ببحث عنه حد مغير حرف منه
او اسم ومقلده عشان ان ده الموقع الاخر. بالظبط، وانا فاكره ان ده الموقع الاخر اللي انا مثلا واخده ريفيو كويس ان انا داخله اشتري منه. فلازم اتاكد اتشيك على النيم، اشوف الويب سايت، وبلاقي علامه القفل في حته العلامه دي بقى بتوحي بايه؟ لان انا برضو ما اعرفش العلامه دي يعني. معناها ان هو واخد شهادات امان، تمام، اللي هي الاس اس ال سكيور سوكيت لاير. سكيور سوكيت لاير معناها دي شهاده امان بتحافظ لي على معلومات الحساب والمعلومات البنكيه بتاعتي. ده عن المواقع. طب هنتكلم عن الصفحات اللي انتشرت بشكل كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء انستجرام سواء فيسبوك، بقدر اشتري منها. دي الصفحات عاده بيبقى فيها على فكره حاجات حلوه جدا جدا. هل هنا متوقف على الفولورز بتاعتها، او متوقف على ايه بالظبط؟ بصي، متوقف على الفولورز والتعليقات والتفاعل على الصفحه. تمام، لان انا ممكن الاقي متابعين كتيره للصفحه، بس ادخل الصفحه ما فيهاش تفاعل خالص، ما فيش اي ريفيو على اي منتج، ما فيش الصوره اللي انا منزلها حد شكر فيها خالص يعني، ودي بتخليني ان انا اشك او يبقى في حاجه غلط. ادام هو مش براند ومش معروف، لو الصفحه كمان بتاعته مش موثقه، تمام، يبقى انا لازم ابحث على المعايير دي، اشوفه حاطط وسائل التواصل ليه هو مكان، ولا هو متجر بيع اونلاين فقط، فابدا اتواصل معاه، اتشك معاه على المنتج ان هو برضو يصوره لي، اتواصل على الواتساب، فاعرف ان المكان ده اللي انا بتواصل معاه ليه معلومات اقدر ارجع له لو انا عندي مشكله، او اتعرضت المشكله للمنتج اللي هو اداهوني، هقدر ارجع للمنتج ده ان انا ابدله او اتعامل معاه تاني. طيب الفترة الأخيرة طبعا ناس كتير جدا بقت تحب تشتري حاجات براندات. ساعات بيبقى فيه ناس بتجيبوا شوية حاجات من بره كده براندات، ولد أو بنت، وبيبيعوا عن طريق الصفحات اللي أنا بكلمك عنها. والمفروض إن أنا بشتري الحاجات دي أو الملابس دي بشتريها إنها أصلية. إزاي أتجنب إن الحاجات دي ما تكونش أصلية وأنا أشتريها على إنها أوريجينال أو أصلية؟ بصي، حتى إن هي المنتج نفسه يبقى أصلي ولا لأ، دي بتبقى مشكله بصراحه، لان هتعرض لحاجتين، وممكن يبقى حاطط لي المنتج الاصلي صورته دي حقيقة على السوشيال ميديا، واجي الاقي حاجه تانية خالص. برضو انا قلت الريفيو مهم جدا، الريفيو اللي على الصفحه هيقول لي يعني انا بس عفوا الريفيوز دي بتبقى موجوده في الابلكيشنز بس او في التطبيقات بس؟ لا لا، ولكن الصفحات الاونلاين عاديه اللي هي على انستجرام ما بيبقاش فيها ريفيوز ولا حاجه؟ لا، ما فيها الكومنت ده ريفيو، ريفيو عميل، ريفيو بتاع العميل اللي موجود في الكومنت. بالنسبه لي حاجه مهمه جدا جدا، لان هو بيقول لي الحقيقه، بيقول لي ان انا اشتريته لقيته عكس الواقع، لا ابعد على طول، ما اشتريش منه. طيب لقيت حد بيقول لا، نقيت البراند، لقيت الماتيريال، بيبقى الليبل بتاع الماتيريال وقت الاستلام موجود عليها ولا مختلف؟